الحار، تشوف بعضنا مع الأسف جاف جاف، يوم يمر ما في قرآن، يوم يمر ما في نافلة، يوم يمر ما في دعاء، يعيش جفاف كامل، يعيش يبوسة يبوسة وقحط، قلبه مقفر يابس ما فيه نبض أبدا. لما؟ لأنه تمر عليه اليوم واليومان لا يقرأ شيء من القرآن، لا يتنفل، لا يقرأ دعاء. هذه الحالة حالة الإدبار حالة خطيرة، أن تستمر حالة الإدبار إلى أن يصل الإنسان إلى قبره، إلى أن يختتم عمره وهو في حالة إدبار. هذه الحالة تحتاج إلى علاج. للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. لكن إذا كان هذا الإدبار مستمراً كيف العلاج؟ لابد من السعي إلى علاجك، كما إذا أصبت بمرض في جسدك تسعى للعلاج، هذا أشد من مرض الجسد، مرض الإدبار.